يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. ربما الصديق هو السند، هو الصاحب، هو اللي بيقف جنبك وقت ما تعوز. وزي ما بيقولوا كده، في مواقف في حياة الإنسان بتسمى بالمواقف الكاشفة الصادمة، اللي هو يبقى فعلا في وقت من الأوقات محتاج صديق ليه يقف جنبه يسنده، سواء بالنصيحة سواء بالدعم، يقف جنبه ويحكي له، يبقى هو بالنسبة له فعلا زي ما بيقولوا كده في المثل، يعني الصديق وقت الضيق، يبقى هو الصديق الحقيقي اللي يقدر يقف جنبه أو يعتمد عليه في هذا الموقف الكاشف. بالتأكيد حضراتكم كلكم مرت بيكم زي ما بنقول كده ايه، مواقف كاشفة ومواقف صادمة، وكان فيها نوع من أنواع الفرز، قدرت تفرز أصدقاء، تقرب من ناس، تقول إن الناس دي أقدر أراهن عليها إن هم يكملوا معايا ويبقوا سندي في هذه الدنيا. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، احكي لنا عن صاحب عرفته وطلع سند ليك في الدنيا. مين هو الصاحب اللي تقدر تقول فعلا إن هو سندك الحقيقي في الدنيا؟ مين هو يا فسند؟ في الحقيقة أنا ما عنديش صحبة معينة أقدر أقول إنه سند، لكن كان عندي مجموعة من الصحاب على مدار السنين كلها كانوا قريبين مني، وقفوا جنبي في أوقات كتيرة قوي كنت محتاجاهم فيها. أنت بتتعرف أول ما بتدخل على المدرسة على صحاب، بتبقوا صحاب جدا، بتاخدوا مع بعض الدروس، بتروحوا الرحلات، بتبقوا قاعدين عند بعض في البيت، بتذاكروا مع بعض، فبتبقوا قريبين جدا جدا. لكن اول ما بتدخلوا مرحله تانية وهي الجامعه، كل واحد بيروح في حته، بيختلف لانه الجامعات بتبقى مختلفه، فبيبقى في انشغال شويه، بتعملوا اصحاب مختلفين. اصحاب الجامعه قعدوا معايا يمكن اكتر شويه بصراحه، ولسه لغايه النهارده يعني اصحابي جدا، وقفوا جنبي وقفت جنبهم، وفعلا عيله يعني. والموضوع ده في النهايه بيرسى على جروب على الواتساب؟ لا 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 لا. يعني بنتكلم عزومه في رمضان يعني؟ لا، بننزل كتير مع بتنزلوا صحاب. كتير بس احنا وصحاب يعني مش شقه، بس يعني انا قصدي انه مش قادره اقول انه في شخص معين الشخص ده كان معايا طول الوقت يعني. وقعت مثلا، فمش عايزه اقول حد وانسى حد. انت مع كل مرحله في حياتك بيبقى فيها حد، بتكبر من المرحله دي، بتتعرف على ناس تانية، في ناس تقع منك للاسف، المشاغل بتاعت الحياه، في اللي اتجوز وخلف فبقى مشاغله يعني مختلفة عنك، ودايما انت يعني بتبقى بتكمل مع صاحبك اللي بتدخله مع بعض في نفس الظروف. صحيح. فاهم قصدي؟ يعني مثلا لو انتوا الاثنين اشتغلتوا في مجال قريب من بعض، هتلاقوا نفسكم قريبين قوي من بعض. لو لقيتوا نفسكم اتجوزتوا خلفتوا، فهتلاقوا نفسكم ولادكم صحاب، فدخلتوا في نفس المود. في اوقات كتيره قوي بتكبر عن المرحله دي او عن الشخص ده او عن الصحاب دي، بتبتدي تشوف مثلا لا انا الشخص ده دلوقتي ما بقاش ينفع يبقى صاحبي، او البنت دي دلوقتي مثلا ظروف حياتها بقت مشغوله اكتر بكتير، سكنت بعيد، اتجوزت وخلفت، سافرت، الكلام اللي انت بتقوليه ده. طبعا انا من الناس اللي دايما بختار قوي صحابي، يعني بلاقي قوي مين صحابي دايما، وعندي كده معايير معينه. لو الشخص ده مش شبهي في حاجات معينه مش بنفضل صحاب. دايما الصاحب لازم يشدك لفوق مش ينزلك لتحت. الصاحب ساحب. صح، حقيقي. وانا كنت من الناس اللي كنت محظوظه في وقت من الاوقات بصحاب شدوني لفوق، يعني قعدتنا ما كانتش القعدات اللي تجيب تحت تجيب ورا زي ما بيقولوا، يعني مش كل الكلام نم على الناس وشوفي مين عمل ايه ومين جاب ايه ومقارنه، لا لا ما كانش كده خالص، بالعكس كنا كلامنا عن ازاي نكبر، ازاي ننجح، ازاي نوصل، ازاي كان هو ده الافكار وهي دي الطموح. فكان دايما بيقولك دايما انت شبه اكتر خمسة انت حواليهم، فانت دايما ركز مع مين الخمسة دول وشوف انت اللي حواليك دول، هل انتوا قاعدين على القهوة طول الوقت بتلعبوا طاولة، ولا انتوا قاعدين تتكلموا في مشروع جديد عايزين، وفعلا بقى بتاخدوا خطوات، يعني مش مشروع واحنا بنتكلم فيه وخلاص، لا عايزين نعمل حاجة، عايزين نعمل مصدر رزق تاني، عايزين ننجح، عايزين نكسب. صحيح. الكلام ده كله لازم الصاحب يعينك على دينك كمان. صعبة قوي قوي تبقى مصاحب واحد بعيد عنك في الأفكار وما تتأثرش بيه، يعني لازم يبقى صاحبك
مش هقول لك لازم يبقى زيك بالظبط، لانه بجد احنا بيوتنا مختلفه، صعب تلاقي شويه حد شبهك قوي وشبه بيتك قوي وشبه تربيتك قوي، لكن بتحاول تقرب على قد ما تقدر. ما ينفعش حد افكاره متطرفه عنك تماما وتقول ده صاحبي وانتيمي، ما ينفعش. يعني دايما حتى كانوا بيقولوا لنا خليكوا دايما مع ناس شبهكم اكتر، عشان غصب عنك الناس هتوصفكم بصفه اوحش واحد فيكم. طبعا انا ضد الكلام ده، لكن ده اللي بيحصل. فخليك دايما متاكد ان صاحبك هيبقى حد بيعينك، يا اما على حاجه كويسه يا اما على حاجه وحشه. لازم يعينك على دينك وعلى الدنيا، لازم تنقي صاحبتك اللي بتحكي لها كمان المشاكل. يعني لو انت قاعده في واحده ممكن تبقى جدعه جدا معاكي، في وقت ما انت تعبانه تلاقيها جايه وجايبه لك الاكل وسندكي وشايله اولادك وبتعمل لك اللي انت عايزاه، زنقتي في فلوس تسلفك، لكن نصايحها توديكي في داهيه. ممكن تقولي لها مثلا ده انا متخانقه مع جوزي في حاجه بسيطه جدا، تقول لك اتطلقي. مش شرط انه حد، طالما الحد ده كويس معاكي في حته يبقى هينفع يكون صاحبك في حته تانية، او يعني تستعيني بيه في حته تانية. مش هينفع تبقي معتمده على شخص في كل حاجه في حياتك لو انت حاسه ان الشخص ده يمكن يعني كلامه متطرف عنك شويه. لازم تبقي مركزه قوي قوي انت مصاحبه مين، مقربه من مين، مين اقرب حد ليكي. عشان كده احنا دايما من واحنا صغيرين يقول لك الصديق وقت الضيق، يقول لك الصداقه دي من اسمى معاني الحياه. انت لو عندك صاحب فعلا قادر تسند عليه انت محظوظ جدا. صحيح. فيمكن ده سؤالنا يعني عن صاحب انت عرفته وطلع سند ليك اللي موجود على صفحتنا، وحابه اشوف كمان مصطفى عندك النموذج ده في حياتك، انه صاحب قدرت تعتمد عليه سند ليك؟ والله سندي في الدنيا ربنا. ده اللي بعتبره يعني دايما، اكيد طبعا اللي بشتكي له واللي بقول له يعني، وده مش يعني بدون يعني كلام انشائي يعني، لكن فعلا انا سندي في الدنيا ربنا. انا فعلا هو اللي بيقف جنبي في اوقات فعلا كانت بتبقى اوقات مصيريه واوقات صعبه. طبعا في اصدقاء ما اقدرش انكر، وطبعا في ناس وقفت جنبي وقت ازمات كتير جدا ما اقدرش يعني انسى فضلهم، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول اسمائهم لان هم يعني ايه مش كتير. عايزه انسى حد على حساب حد، ولكن في النهايه في قاعده كده يعني زي ما قالت كده باسنت، الصاحب اولا ساحب، الصاحب ساحب، الصديق وقت الضيق، الصديق هو الصديق الحقيقي، مش هو صديق الفرفشه والخروج والضحك والهزار. لا، وقت ما تحصل زنقه الصديق الحقيقي هو اللي تلاقيه موجود، واقف في عزا حد، واقف بيساند معنويا، بيساند ماديا، واقف جنبك في مشكله حصلت لك، واقف جنبك في موقف وساندك بكل جوارحه بنصايحه وبتاع. هو ده الشخص اللي تقدر تقول عليه صديق، وهو ده الشخص اللي تقدر تقول عليه سند في هذه الدنيا. بالتأكيد عندكم نماذج زي دي، وبالتأكيد عند حضراتكم قصص كتير تحكوها لنا. ما تقولوا لناش اسم الصديق، مش ده اللي يهمنا، احترامنا طبعا الشديد لحضرتك وحضرته وحضراتكم كلكم، ولكن احنا محتاجين نسمع منكم الحكاية اللي حصل، الموقف اللي وقف معاك فيه، عشان نستفيد وعشان تبقى يعني الحلقة فيها نوع من أنواع العبر والدروس المستفادة. على أي حال احنا منتظرين إجابات حضراتكم. مين هو صديقك اللي بتعتبره سند ليك في هذه الدنيا؟ هو ده سؤالنا اللي موجود على فيسبوك، منتظرين إجاباتكم، هنستعرضها بالتفصيل خلال حلقة النهاردة. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.